باي. السلام عليكم. Welcome back to my channel. الفيديو ده هيبقى فكرته جديدة المرة دي. هنزل اسأل الناس في الشارع خصوصا الناس الكبيرة في السن. هنزل اسألهم اسئلة هتفيدنا كلنا. يلا بينا نشوف. معانا استاذ فتحي هيقول لنا نصيحة ليكم، نصيحة للشباب يمارسوا حياتهم. اتفضل. اولا الشباب دلوقتي يدور على شغل وما يتكلش على اهله، والحياة حلوة، وكل واحد كل شاب من يعني يبص لمستقبله. تمام. والحياة جميلة، وطبعا ما يتكلش بقى على اهله. وايه اللي ممكن يضيع حياتهم، او ايه اللي ممكن يضيع حياته؟ يضيع مشي في الغلط ومشي مع جيل بايظ. يدور على الشاب اللي هو مطرح ليه. تمام. يمشي معاه. وان بقى دلوقتي الشاب اللي دور بقى على السجاير والبوظان وكده، ربنا يصلح حاله. ايه اللي لو الحياه رجعت بيك مش هتعمله؟ اولا الحياه لو رجعت بيا هبص لحياتي، وهبص افتح بيت، وامنع بقى شرب الوجع القلب اللي بيشربوه الشباب دلوقتي، ويتجهد بقى لمستقبل ومستقبل شرف اهله. اقول ان ربنا يسعدكم. باي. انا استاذ احمد، وتحب تنصح الشباب ايه الايام اللي احنا فيها دي؟ انا احب انصح الشباب انهم يسمعوا كلام الوالدين، وما نيجي المدرسة نحس ان المدرس او المدرسة طبعا اب او والدة لينا، ونكمل الرسالة زي ما كملناها زمان. زمان كان الشباب زي الفل. ليه؟ لان كانت المدرسة هي المؤسسة التربوية التانية، والبيت هو المؤسسة التربوية الاولى، وكان المدرس او المدرسة بيكمل رسالة البيت. لكن دلوقتي للأسف الاقتصادية ضغط على حياتهم، وانا بعذر كل اب وكل ام يعني غصب عنهم برضه. طبعا هنا دور المدرسه ما عادش بيجدي. ليه؟ لان الولاد دلوقتي بيجوا لنا يعني فاقدين للتربيه، والمدرس او المدرسه حتى مدير المدرسه نفسه ما عندوش صلاحيات لتقييم الاولاد، فبالتالي الولد في السن زي دوت طبعا مش عاجبه طبعا نصيحه مدرسه، مش عاجبه اي توجيه. ليه؟ لانه فقد دور المؤسسه الاولى، ابوه وامه مش فاضل له، وزي ما قلت غصب عنهم. فلازم تاني بقدر الامكان كل اب وكل ام مهما كان مطحون، وانا اب قبل ما اكون معلم، لازم برضو يخصصوا جزء لاولادهم، ولازم يوجهوهم، ولازم يعرفوا ان المدرس غصب عنه مش قادر يعمل حاجه لان مفيش صلاحيات معاه. في الاول وفي الاخر دول ولادنا جميعا، فلازم نحط ايدينا في ايد بعض تاني مهما كانت ظروف الحياه صعبه، ولازم برضو مهما كانت الحياه صعبه لازم اوصل لمدرسه ابني او بنتي واطمن من المدرسين، واعرف انهم بيكملوا الرساله معانا. ده كل اللي اقدر اقوله في ايجاز، يعني انا مش عايز اطول لكن الموضوع كبير قوي، بس بيتلخص في الجملتين اللي انا قلتهم دول. يجب على كل اب وكل ام انهم يحطوا ايدهم في ايدين المدرسين والمعلمين، ونرجع بقدر الامكان تاني نرجع لاولادنا للطريق الصحيح، لان بصراحه يعني الظروف بقى سيئه قوي، وده كله منعكس على اولادنا اللي هم فلاذات اجبتنا. والله الموفق. هذاك مدرس صح؟ مدرس صح. طب ايه اللي لو رجع بيك الزمن اللي مش هتكرره تاني؟ لو رجع بيا الزمن اللي مش هكرره تاني، يعني بقدر الامكان مهما كانت ظروف الحياه طاغيه، انا هشترط على زوجتي انها تقعد في البيت. مسؤوليتك تربيه اولادك، وانا افضل ادبر ظروفنا كما يكون، لكن انت دورك تربيه اولادك. يبقى زمان كان كله ناجح. ليه؟ معظم الامهات كانوا موجودين في البيت، الا اذا اضطرت الظروف ذلك. يبقى عندما لا قدر الله يتوفى الاب، تحصل ظروف قاسيه، يبقى الام هنساعدها انها تنزل تبحث عن عمل او اي وظيفه شريفه تربي اولادها منها، وكلنا نساعدها على قد ما نقدر. لكن غير كده انا اؤيد ان الست تلزم بيتها تاني عشان تقوم برسالتها الاولى اللي ربنا خلقها من اجلها، وهي اولادها، الا اذا اضطرتها الظروف لذلك. انا مش عايز عمل الست يكون رفاهيه او ند للرجل، ده في نظري مرفوض تماما، لكن الظروف احيانا بتحكم علينا كلنا، ففي الوقت دوت غصب عنا بنستجيب للظروف. لكن غير كده
انا من رايي ان الام ترجع بيتها تاني وتقوم على شؤون اولادها، والاب يجي على نفسه قوي ويشتغل شغله واثنين وثلاثه عشان يدبر الايه طبعا اقتصاد البيت وظروف البيت على قد ما يقدر. انت بص، انا بقالي 30 سنه مدرس والله 4200. ربنا يكرمك ويزيدك. بقالي 30 سنه والله، 30 سنه ربنا يكرمك ان شاء الله. بالك فهي الظروف صعبة، ربنا يبارك. بس مهما كان ولادنا، هو احنا عمالين نجري هنا وهنا ليه؟ عشان خاطرهم. يبقى في حاجات غايبه عنا ما تعوضوش الفلوس، لازم نفوق لها تاني على قد ما نقدر ونرجع لها تاني. انا سعيد بيك والله. والله السلام عليكم. ان يتجه لربه، الصلاه اهم شيء، دي حاجه، وحاجه اساسيه الصلاه. تاني حاجه الشغل كتير، مش مفيش شغل كتير. لو عايز تشتغل هتلاقي، لو عايز تشتغل. انا راجل عندي 66 سنه، بهرب كل يوم الساعه 7 الصبح، كل يوم الساعه 7 الصبح بشتغل، وبيتكل على حاجات او هو معاه مثلا قرشين زياده، بص لا مش رايح الشغل، دي مصيبه سودا، دي مشكله. لا هو الله يكون في عونه، هو جيل مر بظروف احنا ما مرناش بيها الحمد لله. حتى في النكسه 67 احنا كنا لاقيين كل حاجه، بس هو ظروفه اختلفت، العجله بقت زياده، لازم يجري، لازم يقوم من الصبح يجري عشان يسعى يمين وشمال ويجيب. اختلف عن الاول، انا بعذره لان الظروف كل يوم بتغير، في تغيير، تغيير كل حاجه، في الاسعار، في حديثك مع الناس، لان الوسائل الاعلام الجديده او النت او الكلام ده خلت الشاب بقى عارف كل حاجه، عارف كل حاجه. احنا عشان نعرف حاجه او عشان نعرف معلومه كنت اخد بعض انزل العباسيه اسمها ايه دي الذكيه عشان اجيب كتاب عشان اخد معلومه. هو قاعد بياخد كل حاجه بقت عامله، كل حاجه عن بياخدها مباشر. فهمت قصدي؟ عايز يجيب الكتاب يجيبه. فهمت قصدي؟ دي خليته كسلي بالظبط، دي خليته حد ذاته كسلي. ايه لو رجعت شاب زمان ايه اللي انت مش هتعمله؟ اه نعمل حساب لبكره، لان لو ما عملتش حساب لبكره، لو كنت عملت حساب لبكره واخد بالك، ايوه ما كانش بقى ده وضع. اعمل حساب لبكره، اعمل حساب لبكره. الناس بتعيش اليوم بيوم. اه لكن زمان هات اصرف، هات اصرف، هات، دي مشكله. اعمل حساب لبكره، الجنيه هيفرق معاك بكره، هيخليك بدل ما تقعد تشتغل وانت عندك 60 سنه، لا ممكن تبقى مستريح وانت عندك 40 سنه. الصعب هو مصاريفه كتير. الشاب اللي بيقول مصاريفه كتير، انا بعذر الشباب، بعذره لان في حاجات كتير لهياء، الدنيا كلها لهياء. فهمت قصدي؟ والظروف الاقتصاديه بتاعت البلد برضه مأثره فيه. الله يكون في عونك. شكرا يا شباب. يعني ما تقدرش تقول انت واقف مع موسى. استاذ محمد، تحب تنصح بايه الشباب ده يعني؟ بس كده؟ ولو هو عنده شغل يبقى اولى شغله. ولو بيذاكر يبقى اولى مذاكرته. بس. طب ايه؟ ويتقي الله ويصلي ويعرف ربنا عشان ما يمشيش غلط. طب وايه لو الزمن رجع بيه السنه دي؟ معاكس حد. بس؟ اه دي حقيقه. طب وقتك زمان كنت بتعمل فيه ايه؟ لا وقتي كان شغل بقى، لان انا من 12 سنه يعني الشهاده بتاعتي بتاعت سته والحمد لله شغال، كان من ساعتها ربنا ما يرقق لحد كده. اديني كام سنه انت بقى دلوقتي؟ حاجه و60 70 71 سنه. ربنا يديك الصحه وربنا ما يرقق لحد. الشغل حلو، الشغل بينشط وبيشتغل. اه بس اللي بيديني ربنا الشغل بقى بيحافظ على الناس اللي هو معاهم طالما هم كويسين. في فرق كبير قوي زماننا كنا بنحترم الكبير والصغير، الصغير بيحترم الكبير، النهارده لا، النهارده لا، يعني بتشوف اقرب حاجه فايت النقل العام. لما يشوف واحد كبير ويعمل نفسه نايم يعمل بتاع، لا كان الاول لا، كله بقى يبجح في بعض. ايوه الاول لو ابوك قاعد جنبك وانت صغير يقول لك تعالى على رجلي، النهارده لا، حتى في المترو دلوقتي اللي انا رايح. يعني تبقى قاعده مع عدى ابنها وانت لما تشوفها بتقعدها،
لكن انا لما بشوفها بعدها بنام ما تسالش فيها. الاحترام زمان لا اهالينا ربونا. النهارده يعني الشقة والشوق مش بيخلي الواحد محل باله من اولاده الا اذا كان ربنا كريم. ده على طول هو التليفون بيتساب من ايديهم. يخلي باله من نفسه ويتعب في كل ما يتعب. مفيش حاجه كده بتيجي كده التمنيه. عاوز تظل لازم تجتهد ولازم تمشي على قدك ولازم تضحك ولازم كله عايز الحاجه تجيله هو لازم. لا ما ينفعش. مفيش حد بيطلع السلم كده مره واحده. لازم واحده واحده. فكل ما اجتهد كل ما ربنا هيكرمك. كل ما هيبقى راجل محترم كويس يحب الناس يخاف على نفسه ويخاف على اللي حواليه وربنا هيكرمه. تمام. بس ربنا يهديه ويصلح حاله كلنا. يلا سلام. بس كده وده كان الفيديو. لو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب وسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. ولو عندكم افكار تانيه سيبوها لي. اشوفكم الفيديو الجاي.